لا يكون الصوم منزلة إلا إذا كان بشروطه الروحانية، ولا يكتسب المؤمن منزلة الصائمين الذين يدخلون باب الريان من الجنة الذي لا يدخله إلا الصائمون. لا يكتسب المؤمن هذه المنزلة إلا إذا صام لله حقا، وهذا الأمر يحتاج فيه المؤمن إلى إعداد قبل حلول رمضان، لأن معنى المنزلة أو معنى المقام ليست شيئا عابرا، شهرون يمر وكفى، لا أبدا. المنزلة حال تصف صاحبها وصفا دائما، أي أن الإنسان المؤمن إذا اكتسب مقاما من مقامة الإيمان فإنه يبقى عليه حتى يلقى الله عز وجل، وإلا ما كان منزلة ولا كان مقاما. العوارض التي تطرأ على القلب من عوارض الخير يسميها علماء التربية بالأحوال، ونحن تحدثنا في الصيام عن مقام، عن منزلة، لا عن حال تأتي ثم تذهب. فإذا كان ذلك كذلك فمعناه أن الصائم يكتسب بصومه منزلة الصائمين في رمضان وبعد رمضان، بل يمكن أن يكتسب ذلك قبل رمضان إن اجتهد وجد وكد. وإنما جعل رمضان لذلك لأنه تيسر فيه أمور العبادة تيسيرا، وتسهل فيه على المؤمن مدارج السلوك والعروج إلى الرحمن الرحيم. لأنه كما تعلمون جميعا، وهذه أحاديث تذكر كل سنة، أن أبواب الجنة تفتح، وأن أبواب النار أو جهنم تغلق، وأن الشياطين تصفد، وأن هذه الأمور الكثيرة إنما هي مساعدات تساعد المؤمن كي يستغل فرصة رمضان ليكتسب منزلة الصائمين، حتى إذا خرج رمضان وفتحت أبواب جهنم مرة أخرى وأطلق سراح الشياطين تعيث في الأرض فسادا، وجد المؤمن في قلبه من الحصانة ما يكفيه لمدافعة إبليس ومحاربته والثبات على منزلته، منزلة الصائمين. ولا يستطيع الشيطان بعد ذلك لا هو ولا قبيله أن يزل بالعبد إلى ما دون منزلة الصائمين التي اكتسبها في رمضان. وأحبها هنا أن أشير إلى آية هي من شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا كما هو في القاعدة الفقهية الأصولية شرع لنا ما لم يرد ناسخ، ومعلوم أن الآية التي سأسوقها قد نسخت فعلا، نسخ حكمها الشرعي ولم ينسخ حكمها التربوي. الناسخ والمنسوخ القرآن الكريم هو بمعنى حكمي تشريعي لا بمعنى تربوي، يعني من اللي تسمعوا العلماء قالوا ودي هذه الآية منسوخة راه نسختها الآية الفلانية، راه ماشي معنت أنها ما بقتش ديك الآية صالحة إطلاقا، هذا المعنى ماشي صحيح. ولا يعقل في دين الله أن ترد آية بل لفظة بل حرف في كتاب الله لم يبقى صالحا إطلاقا. كل شيء في القرآن الكريم قل أو كثر، دق أو عظم، صالح مفيد غاية الإفادة، أوليس ذلك بالآيات؟ هذه الآيات، والآيات علامات الطريق الموصلة إلى الله عز وجل. وأقصد بذلك قوله جل جلاله على لسان مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا. كان من شأن الصائمين قبل شريعتنا أن لا يتكلموا وهم صائمون، كانت الشريعة ديال الناس اللي قبل منا إلى صام ما يتكلمش، هذا شرع لمن قبلنا ما بقاش ديالنا. لا يجوز لمؤمنين أن ينظر أنه يصوم ولا يتكلم، وقد نظر أحد الصحابة أن يصوم ولا يتكلم ولا يستظل. واحد من الصحابة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم دار واحد النذر وأنه يصوم ما يتكلمش ذاك النهار، كما أنه سد فمه على الماكلة يسد فمه على الهضرة في خطرة، وما يجلس شيء في الظلم، ما يدخل الخيمة ما يدخل الدار، يبقى مسمر في الشمس النهار كامل. فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وأمره أن يتم صومه ويستظل ويتكلم، منع عليه أنه يدير هذا البدع أو أن يعبد الله بشرع منسوخ وهو شرع بني إسرائيل من قبل. فإذا الشريعة القديمة ديال بني إسرائيل إلى جاء في القرآن أو في السنة شي حاجة اللي كتنهى عليها راه ما بقتش خدامة. هذا من حيث الحكم الشرعي، هذا من حيث الرسم. الرسم ماشي بالمعنى ديال الكتابة والخط، لا، بمعنى ديال شكل التطبيق. والشريعة رسوم وحقائق، وإنما الذي ينسخ من القرآن رسومه لا حقائقه، فحقائق القرآن مطلقة لا تتعلق بزمان ولا بمكان. أوليس الحق جل جلاله هو الذي تكلم بها، فكيف يكون كلام الله الحق منسوخا لا ينسخ إطلاقا؟
ولذلك الذين قالوا بإبطال النسخ، عدد العلماء المسلمين قالوا النسخ كاع ما كاين، الذين قالوا بإبطال النسخ إنما أشاروا إلى هذا المعنى، هذا اللي كيجي للبال، أي الأبعاد التربوية. هذه الآية التي ذكرها الله عز وجل على لسان مريم آية بقي خدامة إلى يوم القيامة، ما كيناش شي آية في القرآن اللي يقدر يقول شي واحد ما بقيش خدامة، كل شي خدام، ولكن خص الحكيم الذي يعرف كيف يستعملها وكيف يوقعها ويحقق مناطها في التدين في النفس وفي المجتمع. ألا ترى أن هذه الآية تشرح لك أولا ما معنى الصيام؟ ما معنى الصيام؟ فحينما نرجع إلى كتب اللغة تعطينا معنى من معاني الصيام، لكنها لا تعطينا المعنى الجوهري الحقيقي. كتب اللغة كتقول لك الصيام هو الانقطاع، صمني أو صم عني، يبعد علي، ما تهضر معايا، ما تقرب لي، صام عن الأمر، كف عنه وأمسك عنه. ولكن هذا المعنى صحيح نعم الناحية اللغوية، ولكن ما كيعطيكش الحقيقة الشرعية التعبدية ديال الصيام، وإنما ذلك يؤخذ من قول الله عز وجل الآن في الذكر: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. شيء عجيب جدا، فهي قد انقطعت عن الناس إلى الله. الصيام فيه جوج الواجهات، ماشي الانقطاع وكان كما يقول بعض الناس في تفسيرهم لهذا المعنى، كيقول لك الصيام هو الانقطاع عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أو لا يكون ممكنا أن ينقطع الإنسان؟ ممكن بنادم يدير هذا الشيء ولا يكون صائما؟ بلى ممكن يوقع هذا الشيء الإنسان بحكم العادة، على خطرة كيجي الإنسان أنه غفل واحد النهار ما سالش يأكل، غير ما سالش صباح عليه الصباح ما كلا شيء ما فطر شيء، هو تم الليل ولا يعتبر صائما. ما الذي ينقصه؟ قصد التعبدي، النية، قصد التعبدي. فإذا ما معنى النية؟ النية حينما يراد بها العبادة إنما تعني أساسا أولا وآخرا التوجه إلى الله جل جلاله، القصد، ما تحدث بذلك الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله: مقاصد المكلفين، قصد التعبد وقصد الحظ. أنت أشبغ من عملك، أتريد أن تحقق حظا من حظوظ الدنيا في أمور مكسب من المكاسب المادية ديال الدنيا، فذلك قصد الحظ، أم تقصد أن تسير بعملك ذاك وفعلك إلى الله جل جلاله وأن تصل إلى رضاه وتنال من بركات الخيرات إلى دار السلام؟ تريد أن تسير وتصل إلى ما يدعوك إليه ربك، دار السلام، فذلك قصد التعبد، قصد، يعني كما نقول بعاميتنا عرف غدي، قصد يقصد هدف، راك دير واحد النقطة لهي وبغي تصليها، فأنت بصومك تنجز عملا تقصد من ورائه أن تصل إلى مكان معين، وذلك المكان هو مكان الخير، مكان الرضا الرباني الرحماني. فإذا القول هذا فيه البعدان معا، المعنيان معا، ترك الدنيا ومن عليها، قالت لهم بعدوا مني ما يهضر معي حتى واحد بالإشارة، علاش؟ لأنني وجهت الوجه لله، أنا قابط الطريق غادية لله، إني نظرت للرحمن. فهذه اللام لام الاختصاص، فهي الآن صارت بفعلها تخص ربها بالذكر والفعل والعمل والقصد، لا تلتفت عنه إلى ما سواه. شيء عجيب جدا، من أرفع المعاني التعبيرية التي تدل على معنى العبادة، هذه الآية العلامة تريك منين تدوز لرمضان، هالطريق ديال رمضان نفسيه. إني نظرت للرحمن صوما، لي لام الجر المفيد للاختصاص الذي ليست فيه مشاركة، هذا العمل نظرته للرحمن لا لغيره، وسمته سبحانه وتعالى باسمه العالم الرحمن، لأن عدد ديال العلماء كيقولوا الرحمن ليست صفة لله وحسب، بل هي قبل ذلك اسم من أسمائه العالمية، لأن أسماء الله الحسنى فيها أسماء اللي هي صفات لله، وفيها ما هو اسم عالم عليه جل جلاله، والأسماء العالمية لا تطلق إلا عليه، لا يشارك فيها أحد ولو على سبيل النسبية والتقليل. حال رحيم كتعطى لبنادم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ويجوز أن تسمي الشخص من بني آدم كريم
صحيح من اللي دير التعريف التي تفيد الاستغراق الشامل لجنس المعنى كتقول الكريم، لا ينطبق ذلك حقيقة إلا على الذات الإلهية. طيب، ولكن الرحمن لا تطلق إلا على الله جل جلاله، ولذلك قالوا إنها اسم علم، فأضافت الفعل لهذا الاسم العالم الصفة، صفة الرحمة المستغرقة، اسم دال على ذات الله جل جلاله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الرحمن على العرش استوى، الرحمن فهو اسم علم فعلا. إني نذرت للرحمن صوما، فعلا من أفعالها صوما، فبما أنها توجهت لله فما بقي لسواه بعد ذلك مكان، فلن نكلم اليوم إنسيا. صحيح أنه ليس في شريعتنا أن لا نكلم الناس في صيامنا، ولكن في شريعتنا أن ننقطع عن وعثاء الناس ومفاسد الناس وترهات الناس ومشاكل الناس، لأنك تفرغت للرحمن بصوم رمضان، تكلم ولكن تكلم للرحمن، تكلم الناس للرحمن وتتعامل معهم للرحمن. بل شريعتنا صارت في هذا المعنى أوسع وأبلغ من شريعة من قبلنا. الله جل جلاله أضاف لنا ويسر لنا، كان هما ما يهضروش مع الناس لأنهم صايمين، ربي يجعل كلامك مع الناس جزءا من الصيام. ولذلك قلت تكلمني الرحمن، ينبغي أن يكون كلامك وتجارتك وعملك في رمضان وفي يوم صومك كل ذلك خادما لصيامك لا ناقضا لصيامك، فإذا كان خادما لصيامك كان جزءا لا يتجزأ من الصيام، الأعمال ديالك اللي مشتغل بها من أمور العادات ترتفع إلى مقام العبادات، وكيولي البيع والشراء ديالك بحال الصلاة. إن اتقيت وأنت تشتغل في عاداتك باعتبار أنك صائم لله للرحمن، يسر لك أيها المؤمن أن تكلم الناس، ولكن ضوعف لك الأجر، كبر الأجر ديالك إن جعلت كلامك للناس جزءا من صيامك، أي جعلته لله، تشتغل بالعادة تستعين بها على العبادة، فصارت خادمة للعبادة لا هادمة ولا ناقضة. الصيام إذن هو انقطاع، نعم، ولكنه توجه قبل أن يكون انقطاع. قبل ما تفهم الصيام بأنه كترك، أترك أترك، لا تأكل لا تشرب لا تجامع زوجك لا 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 لا، قبل هذه اللاءات، إنما كانت تلك اللاءات نتيجة لا سببا. علاش لا تأكل؟ علاش لا تشرب؟ لما لا تجامع؟ لما لا تساب؟ لما لا تقاتل من سبك أو قاتلك وتقول إني صائم؟ هذه اللحظة أنا ماشي ديالك، راني مشغول بربي جل جلاله. قلت هذه اللاءات نتيجة لنعم واحدة، هذه نعم واحدة أجبت بها ربك إذ ناداك ولبيته، إذ قال لك يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، استجبت لهذا الكتاب، استجبت لهذه الفريضة، استجبت لها سيرا على منوال السابقين، باش تشوف بالله راه النسخ ديال المعنى ما كاينش. الله عز وجل قال كما كتب على الذين من قبلكم، كما وكما، هذه فيها تشبيه كامل مطابق، فاش في المعنى ماشي في الرسم ديال الحكم، الرسم ديال الحكم جينا مختلف، ولكن المعنى كما هو باقي لعلكم تتقوا، باقي في اكتساب صفة التقوى من خلال الصيام هو الغرض والغاية التي من أجلها شرع الصيام على الذين من قبلنا، إني نظرت للرحمن صوما، ولم تزل تلك الغاية ولم تزال إلى قيام الساعة ثابتة من وراء الصيام، فمن صام ولم يحصلها فقد صام بدنه ولم تصوم نفسه، وإنما تشريع العبادات لتزكية الأنفس قبل أن يكون ذلك لتزكية الأبدان. العبادات كلها دارت للنفس باش تربى، ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد فلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد فلح من زكاها. فتزكية النفس أي تربيتها وتنميتها وتهذيبها وتشذيبها، حال داك الفلاح الجارديني كيكون مقابل واحد الشجيرة وكيشوفها دارت واحد العرش شارد
ما قبلش هي الطريق ديالو مستقيم، مشى دخل في شي جهه اخرى ولا قطع الطريق ولا دار واحد المنظر اللي ما غاديش ينفع الشجره. الحل معاه المقص، تشذيب. فالصيام يشذب النفس، النوازع الشريره فيها كيقطع كيقطبها ويهذبها ويقادها ويقادها مزيان بواحد الشكل يخليها منسجمه مستقيمه. وذلك جزء من معنى اهدنا الصراط المستقيم، جزء من هذا المعنى الاستقامة على صراط الله العزيز الحكيم، باش تعرف فين راك غادي باش تقبط الطريق المستقيم لتصل. الصيام إذن منزلة، مقام، إذا استطاع العبد أن ينقطع فيه لله فلا يكون إلا لله وإلا بالله وإلا في الله وإلا مع الله، كما قال الجنيد رحمه الله من قبل، إذا استطاع أن يحقق هذا المعنى فقد صار من المبصرين الذين يبصرون الآيات. وغادي تبقى تبلو الآيات ديال رمضان، غادي يشوفها بعينه، سيرى أنوارها. وكل آية لها أنوار، لها أنوار تهدي الناس وتهدي القلوب وتبصر البصائر، تخليك تشوف الحقائق، ما يقع للناس وما يقع لك وما يقع بين العباد في البلاد، كل ذلك تراه بعين الحقائق القرآنية. لأن النفس إذا صافت، النفس إذا صافت وانكشفت حجوبها وأسرارها رأت ما لم يرى غيرها، شيء عجيب جدا. لأن رمضان أو الصيام عمل نادر من العبادات، ماشي بحال جميع العبادات، هو واحد عملية الغسيل قوية وعميقة وسريعة، قوية وعميقة لأنها تغسل الباطن والظاهر، ماشي كيغسلو الصيام، وسريعة لأن بعبادة أخرى باش توصل ذاك المستوى من الطهارة والطهر راح تكون لا أنت تصلي ولا مدة وأنت تستغفر ولا مدة وأنت تدير شي عبادة من العبادات. رمضان وسيلة سريعة فعالة للتطهير والتطهير، حتى إذا انكشفت الغشاوة عن الأعين والأبصار رأت ما لم ترى، ولما ترجع سبحان الله العظيم لكتاب الله بعد ذلك تجد كأنك لم تقرأه قط، هل عمرك ما قريته؟ شنو وقع؟ انكشفت لك الحقائق، ماشي ديك المعاني ديال الغيب المطلق كما يقول بعض الناس، لا أبدا، وإنما هي حقائق ظاهرة ناطقة بالآيات وناطقة بها الآيات. ولكن المشكل أن العين حينما تدمن النظر إلى الظلمات يصعب عليها أن تتفتح على النور. بنادم إذا ولف جالس في الظلام ديما ملي يشوف الشمس شرقت ولا يخرج الموضع فيه الضوء كيضبش عينيه، ما يقدرش يحل عينيه. فكذلك الذي دأب على استنشاق الروائح الكريهة للذنوب، ذنوب نفسه، فتلك هي الظلمات عينها، حينما يصطدم بنور القرآن لا يبصر شيئا. ماشي يودي القرآن ما فيه نور، فيه النور ولكن العين ضعيفة ما كتقدرش تشوف فيه، لأن الذنوب تكلل الأعين بالأوساخ والقاذورات حتى لا ترى شيئا. ولكن من اللي تولي تشوف النور بشوية بشوية قليلا قليلا شيئا فشيئا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو في إحدى تراجم البخاري في صحيحه، وقال ابن عباس الرباني من يربي بصغار العلم قبل كباره، من يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، ويربي نفسه أيضا قبل ذلك بصغار العلم قبل كباره. فتحتاج إذن أيها المؤمن إلى أن تبصر بحقائق القرآن شيئا فشيئا، تبدأ تولف النور القرآن، وذلك أولا بقطع الصلة بالظلمات والانقطاع عنها تماما، تعاودش ترجع ليها، وتدخل باب النور دخولا نهائيا توبة نصوحة، وتبدأ تحل عينيك بشوية، فتسير على قدر نظرك، كلما اتسعت دائرة عينيك كلما ظهرت لك المسافات الواسعة طولا وعرضا، وتبين لك موقع قدمك من الصراط وخطوت بأمان وبسلام. الصيام يجعلك ترى هذه الحقائق وتكسب هذه الصفات، ولذلك إذا أبصرت صرت من المبصرين، بدت لك الآيات على حقيقتها، الآيات القرآنية وليس عبثا، شي غير هكاكوكا ربط الله رمضان بالقرآن،
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فربط القرآن برمضان ليس ربطا تاريخيا وحسب، ماشي معنت هذا الكلام أنه الشهر اللي نزل فيه القرآن على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام راه كان رمضان. صحيح كان رمضان، ولكن من بعد ما الفائدة لنا نحن؟ شو من فائدة عندنا احنا في هذا الشيء؟ لابد أن تكون فائدة. ربي ما يحكيش التاريخ ديال القرآن غير هكاك وكان، إنما يحكي ما يفيدنا نحن. وكل القصص القرآن، قصص الغابرين والسابقين واللاحقين، كله حكية وقص علينا ليفيدنا في مجالنا التربوي وفي مجال السير إلى الله عز وجل. ما كيناش آية واحدة والقرآن الكريم من القصص اللي ما عندها معنى لنا احنا. فلا يقص الله القصص عبثا، بل يقص علينا بالحق سبحانه وتعالى. والحق مطلق صالح لكل وقت ولكل واحد، ومن ذلك هذه الآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، باش نعرفوا بأن رمضان راه كيولي بنادم يشوف القرآن بشكل آخر، لأنه إن كان يستفيد من صيامه حقيقة فسيرى الآيات لامعة ظاهرة بينات، كما قال الله عز وجل في الآية عينها وبينات من الهدى. ما بقيش ديك ساعات شك، لا تبقى متردد ولا تالف منين غدوز، لا هالطريق. بينات من الهدى والفرقان، فهو فرقان يفرق الله به بين الحق والباطل، ويفرق الله به بينك وبينك، بينك في ماضيك السيء وبينك في حاضرك المنير. فرقان، وترى أنك لست أنت أنت، البارح كتشوف بشكل، اليوم اللي تشوف بشكل آخر بسبب هذا النظر الجديد الذي أعطته لك الآيات في رمضان.